لقد سجلت نشأة الحركة الكشفية في عام 1932 بالمدرسة السلطانية البيئة الواعدة لانطلاق الكشافة والمرشدات، وشكلت أساساً لاهتمام حكومة سلطنة عمان بدعم نشاط الشباب من خلال ابتعاث نخبة منهم للدراسة في العراق أواخر عام 1937، أتاحت لهم فرصاً للتعرف على الطريقة الكشفية، حيث شكلت عودتهم إلى أرض الوطن عام 1941 والتحاقهم بالعمل في سلك التدريس بالمدرسة السعيدية بمسقط دافعاً وحلماً شجعهم على تأسيس مجموعات كشفية بالمدرسة. ومع تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد عام 1970، سجلت الكشافة والمرشدات صفحة جديدة من صفحاتها التي اتسمت بالتنظيم والتوسع. وفي نفس العام، ومع افتتاح مدرسة سلطان بن سيف بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، أنشئت فرقة كشفية أخرى، ونتيجة لتلك الجهود قام فريق من اللجنة العربية برئاسة عزيز بكير الأمين العام السابق للمنظمة الكشفية العربية في عام 1971 بزيارة للسلطنة لمناقشة أوجه التعاون الكشفي العربي المشترك. وتتواصل النجاحات بعدها في العام ذاته، حيث سجل خلالها كشافة السلطنة أول ظهور لهم على المستوى الخليجي عندما شاركت وفود من كشافة السلطنة في بعثة الحج العمانية. وترافق التوسع الكشفي إنشاء أول فرقة للمرشدات بمدرسة فاطمة الزهراء في عام 1972، ليتيح هذا التكوين المساحة الجيدة للتوسع في إنشاء فرق المرشدات بالسلطنة، حيث شكل انتشار المدارس بمختلف أرجاء السلطنة الأرضية الخصبة لنمو فرق الكشافة والمرشدات. وتوسعت معها دائرة المشاركات الخارجية على المستوى العربي، حيث شهد عام 1974 أول ظهور للكشافة العمانية في المحافل العربية بمشاركة في فعاليات المخيم العربي بلبنان. وسجل عام 1975 الانطلاقة الحقيقية للحركة الكشفية والإرشادية عندما تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بإصدار المرسوم السلطاني السامي رقم 10/75 الذي رسم الشكل والإطار القانوني للحركة الكشفية في السلطنة على أسس حديثة، لتبدأ بعدها الحركة الكشفية والإرشادية نحو مزيد من التألق العربي والعالمي، حيث سجل عام 1976 للميلاد الاعتراف العربي بكشافة السلطنة في المؤتمر الكشفي العربي 12 الذي عقد في تونس. وفي نفس العام تم الاعتراف العربي بمرشدات السلطنة في المؤتمر العربي 16 للمرشدات بتونس، كما حصلت السلطنة فعليا على الاعتراف العالمي بالكشافة العمانية في المؤتمر الكشفي العالمي الذي عقد في مونتريال بكندا عام 1977. وسجل عقد الثمانينات انتشارا منظما ومخططا للحركة الكشفية والإرشادية بسلطنة عمان، كما شهدت حدثا كشفيا خالدا حينما شرفت الكشافة والمرشدات العمانية في نوفمبر من عام 1983 بتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه كشافا أعظم للسلطنة، في احتفال كشفي فريد من نوعه بحضور 150 من قيادات المنظمات الكشفية العربية والعالمية، بالإضافة إلى وفود كشفية رفيعة المستوى من معظم دول العالم. وفي هذه الفترة شهدت الحركة الكشفية والإرشادية نمواً مضطرداً في عدد الوحدات الكشفية وحجم العضوية والمشاركات الخارجية. ونتيجة للدعم السامي من لدن الكشاف الأعظم، استضافت السلطنة أكبر حدثين كشفيين بالوطن العربي آنذاك، حيث استضافت لأول مرة في عام 1984 المؤتمر الكشفي العربي 16، وبعدها بعامين استضافت السلطنة على أرض مدينة صلالة بمحافظة ظفار المخيم الكشفي العربي 17 في عام 1986، حيث وفرت له كافة الإمكانات البشرية والمادية لإنجاحه،
فكان مضرب المثل في نوعية البرامج والأنشطة وفي حسن التنظيم والدعم والرعاية من كافة مؤسسات الدولة. وفي عام 1986 وجه جلالته أبقاه الله تحية خاصة للكشافة العمانية، وذلك في خطابه السامي احتفاء بالعيد الوطني 16، عندما قال في خطابه: إننا نود أن نوجه تحية خاصة للكشافة العمانية التي نكن لها كل التقدير لما تقوم به من نشاط بارز يعدها للإسهام الإيجابي في مسيرتنا الخيرة على أساس من الإيمان بالله والاعتماد على النفس. لتظل الحركة الكشفية والإرشادية محاطة برعاية كريمة من جلالته. ويسجل عقد التسعينات مرحلة جديدة من التخطيط للمستقبل باعتباره ضرورة أساسية لهذه المرحلة، وذلك للمحافظة على المكاسب التي تحققت للكشافة العمانية في الفترة السابقة. ففي عام 1990 بدأ الإعداد لوضع أول خطة استراتيجية طويلة المدى للحركة الكشفية على المستوى الوطني، بنيت على تحقيق عدة أهداف طموحة ركزت على تفعيل نظام المراحل على المستويين المحلي والمركزي، وتطوير المناهج الكشفية للمراحل بما يحقق مسايرتها لروح العصر وتلبيتها لاحتياجات الفتية والشباب وطموحات المجتمع العماني. كما سعت الخطط الاستراتيجية لتطوير الجوانب الفنية والإدارية على مستوى السلطنة، حيث شملت تطوير كل المفوضيات بمحافظات السلطنة. وبدأ مع عقد التسعينيات تسجيل أول فرقة لمرحلة الجوالة والجوالات من خلال عشائر جوالة جامعة السلطان قابوس، لتكون البداية لهذه المرحلة التي شهدت تطورا وانتشارا سريعا بانتشار الكليات الحكومية والجامعات الخاصة والأندية وجمعيات المرأة العمانية، لتسجل هذه المرحلة نشاطا وحراكا جيدا ساهم في توسع أنشطة الكشافة والمرشدات بمراحلها المختلفة. وتتواصل مع تلك النجاحات الاعتراف العالمي بالمرشدات، حيث سجلت مشاركة المرشدات في المؤتمر العالمي 26 بكينيا حصول السلطنة على الانتساب الرسمي للجمعية العالمية للمرشدات. ويتوج هذا النجاح بالحصول على الاعتراف العالمي الكامل بمرشدات السلطنة في المؤتمر العالمي 29 بكندا عام 1996. وتواصلا للمكرمات السامية، فقد أسدى جلالته أبقاه الله توجيهاته السامية في عام 1998 بتشكيل الفرقة الموسيقية الكشفية، لتشهد بعدها الفرقة تطورا كميا ونوعيا في الشكل والمضمون. وتوج العام الدراسي 2007-2008 بتخصيص كأس باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه الكشاف الأعظم للسلطنة، لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي، ليكون الانطلاقة لمرحلة جديدة من العمل الجاد والعطاء الخلاق. وانعكاسا للاهتمام السامي من لدن الكشاف الأعظم للسلطنة حفظه الله ورعاه بالحركة الكشفية والإرشادية، قام جلالة الملك كارل جوستف 16 ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي في يناير من عام 2010 بزيارة للمخيم الكشفي والإرشادي من أجل البيئة بحديقة النسيم العامة وزيارة قلعتي نزوى وحصن بهلا، أشاد خلالها بتطور الحركة الكشفية والإرشادية بالسلطنة واهتمامها بالبيئة. وقد توجت هذه الزيارة بإصدار بيان مشترك بشأن تفعيل دور الحركة الكشفية العالمية في مجال الوعي البيئي على مستوى العالم.
وانطلاقاً من أهمية التدريب والتأهيل، فقد كان هذان الأمران على رأس أولويات التطوير الذي شهدته الحركة. أخذ تدريب القادة وقادة القادة نهجاً واضحاً من خلال دورات التدريب المنهجية المتواصلة للقادة والقائدات. وفي العام الدراسي 2011-2012 تبنت المديرية العامة للكشافة والمرشدات مشروع تنمية القيادات برؤى استشرافية جديدة استهدف تنمية وتطوير الحركة الكشفية والإرشادية بتأهيل وتدريب قادة الكشافة والمرشدات بالسلطنة، إلى جانب توفير التدريب على المستوى الخليجي والعربي والدولي. وفي هذا الجانب نظمت المديرية عدة برامج، أهمها تنظيم الورشة الدولية حول رسم سياسة تنمية قائدات المرشدات بالسلطنة بالتعاون مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والإقليم العربي للمرشدات لتدريب 40 قائدة شابة في نوفمبر عام 2012. وبالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية نظمت في يناير عام 2012 الدراسة الكشفية العربية لقادة التدريب ومساعديهم. وسيرا على نفس النهج شاركت السلطنة في حلقات العمل التدريبية للمدربات بماليزيا التي نظمها الإقليم العربي للمرشدات وإقليم آسيا والباسيفيك للمرشدات في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2011. والمشاركة في الدورة التأهيلية الأولى لتطوير البرامج التعليمية للمرشدات التي أقيمت في باكس لودج بمدينة لندن. ونظمت السلطنة في يوليو عام 2013 بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية الندوة الكشفية العربية للمسؤولين الأوائل عن تنفيذ السياسة العالمية لتنمية القيادات الكشفية بالجمعيات العربية، وتنظيم الدراسة العربية لبناء قدرات المدربين في استخدام الحقائب التدريبية وإعداد المرشدين في أكتوبر عام 2014. ونظمت في نوفمبر 2014 البرنامج التدريبي تيسير التعلم في القيادة الإرشادية بالتعاون مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وإقليمها العربي بمشاركة 40 قائدة إرشادية من مختلف محافظات السلطنة. ونظمت أعمال التدريب الدولي لتنمية القيادة في يونيو 2014. كما نظمت المديرية بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العماني خلال عامي 2013 و2014 برنامج دورة الكفاح للبقاء على الحياة. ونظمت في فبراير 2015 الدورة الإثرائية لمفوضي العلاقات العامة والإعلام الكشفي والإرشادي. وفي تجربة نوعية نظمت المديرية بالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية سفينة شباب عمان 2 دورة الإبحار والمغامرة للكشاف البحري التي عقدت في يونيو 2015، وغيرها من البرامج التدريبية على المستوى الخليجي والعربي والدولي. وفي العام الدراسي 2012-2013 شهدت حركة الكشافة والمرشدات أكبر توسع في العضوية، حيث دخل نشاط الكشافة كل مدارس السلطنة بفضل الدعم الفني والمادي والمعنوي الكبير الذي وفر لكافة الفرق الكشفية والإرشادية، فتوفرت الأقمشة والمكملات الكشفية للفرق بنسبة 100%، الأمر الذي صاحبه زيادة في أعداد مشرفي الكشافة والمرشدات بجميع محافظات السلطنة. وبلغ التوسع الكمي في عدد الفرق الحكومية والخاصة وعدد المنتسبين توسعا كبيرا وملحوظا، كما زاد عدد قادة الكشافة والمرشدات المؤهلون بفضل مشروع تنمية القيادات الذي تبنته المديرية لتأهيلهم. وفي مجال خدمة وتنمية المجتمع فقد خطت الكشافة والمرشدات خطوات جيدة في هذا الجانب، فأصبحت الكشافة والمرشدات شريكا أساسيا في مختلف الجوانب المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته، وكان لهم دورا بارزا في التخفيف من الآثار التي خلفتها الأنواء المناخية
التي تعرضت لها السلطنة. وللكشافة دور مهم في حملات التوعية الصحية المختلفة وفي تقديم بعض الخدمات التنموية في المجتمع من خلال مشاركة عدد من القادة في عدد من مشاريع محو الأمية وفي الحملات الوطنية الصحية والبيئية والتعليمية الأخرى. وفي 28 من شهر مارس 2015 خرج كشافة ومرشدات عمان في مسيرة فرح وولاء، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بعودة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، بمشاركة جميع المراحل بدءا من مرحلة البراعم ومرورا بالزهرات والأشبال والمرشدات والكشافة والقادة والقائدات من مختلف محافظات السلطنة ومن جوالة وجوالات الجامعات والكليات والأندية الرياضية ومن كشافة مرشدات مدارس المقيمين بالسلطنة حاملين أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة السلطان قابوس، تتقدمهم الفرقة الموسيقية الكشفية في صورة مجسدة ومعبرة عن عمق حبهم وولائهم تجاه الأب القائد والباني لنهضة عمان الماجدة. وعلى مستوى الأنشطة والبرامج، فقد شهدت السلطنة تنظيم عدد كبير من المخيمات واللقاءات الكشفية والإرشادية على مستوى المحافظات، حيث تنظم الكشافة والمرشدات 8 مخيمات ولقاءات كشفية وإرشادية سنوية موزعة بين شتوية وصيفية، وتنظيم عدد من الأنشطة على المستوى الخليجي والعربي والدولي بدءا من مرحلة الأشبال والزهرات ومرورا بمخيمات ولقاءات الكشافة والمرشدات والجوالة والجوالات، حيث استضافت السلطنة في سبتمبر 2013 فعاليات اللقاء الكشفي الدولي 16 لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات تحت شعار تراثنا جسور للتفاهم وبناء للمستقبل. كما استضافت في أغسطس 2013 أعمال المؤتمر العربي الإقليمي 20 للمرشدات تحت شعار المرشدات آفاق بلا حدود. وتعزيزا للعمل الكشفي والإرشادي، وقعت السلطنة يوم الاثنين 27 من أكتوبر 2014 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين كشافة ومرشدات عمان واتحاد كشاف لبنان. كما شاركت السلطنة في المؤتمر الكشفي العربي بالجزائر وفي المؤتمر الكشفي العالمي وندوة الشباب بسلوفينيا وفي المؤتمر العالمي للمرشدات بهونغ كونغ، إلى جانب المشاركة في المخيم الكشفي العالمي باليابان والمخيم الكشفي العربي 31 بالأردن. كما تستضيف السلطنة خلال شهر نوفمبر 2015 اللقاء الكشفي العربي الأوروبي واللقاء الكشفي الدولي 18 لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات، إلى جانب استضافة المنتدى العالمي الأول حول تجربة المرشدة وفتاة الكشافة الذي يقام خلال الفترة من 28 من نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر 2015. وفي عام 2016 ستستضيف المؤتمر الكشفي العربي 28 واستضافة وتنظيم عدد من الأحداث الكشفية العربية والدولية. وسجلت كشافة ومرشدات عمان حضورا عربيا وعالميا فاعلا، حيث انتخبت السلطنة في أغسطس 2013 رئيسا للإقليم الكشفي العربي وعضوا في المجلس العالمي للمرشدات. كما اختيرت السلطنة عضوا في اللجنة الكشفية العربية، وانتخبت نائبا للمنسق العالمي للمخيمات الافتراضية. وفي 2 من نوفمبر 2014 انتخبت رئيسا للجنة الكشفية العربية الفرعية للعلاقات والإعلام والاتصال، وذلك في الانتخابات التي أقيمت بالمنظمة الكشفية العربية بالقاهرة. كما انتخبت نائبا لرئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات في الاجتماع الذي عقد بالسلطنة خلال الفترة من 24 إلى 30 من أكتوبر 2014. ولا يزال العطاء متواصلا لمزيد من الإبداع والتألق الذي يهيئ لكشافة ومرشدات عمان الفرص لبناء قدراتهم وخدمة أوطانهم في ظل الرعاية الكريمة للكشاف الأعظم للسلطنة حفظه الله ورعاه.